معرض الفنان فادي قطيش من فرع السويداء. بالحقيقة يعني ذهلنا بالأفكار المطروحة من خلال عدد اللوحات، وأثني عليه بمتابعة مسيرته ويشجع طلابه كمان. والموضوع هو التزام الطالب أو الفنان باتحاده يقدم ما عنده، لأن احنا عملنا نسهل هالمعارض وهالنشاطات لكافة الفنانين. فتح 45 عام، فثلاث أشهر دفاع عالي وكثير. أنا حكيت بدل حكيت الناس على حكيت البشر على العوام الناس له شتمه اللون له مدرسي له ظروف قاسية ولا ظروف المتاح. يعني الفن له حياة، له يعني مدرسة معينة، له نجاح. معرض كتير كان حلو وشامل بكل المعطيات. قدم 45 لوحة، 45 لوحة بتجسد الحالة اللي هو كان يحس فيها، الحالة اللي كان يتأثر فيها من قبل الناس، من قبل المجتمع، لأنه كان هو بوضع صحي شوية، ذوي الإعاقة الخاصة، لكن الوضع اللي هو خلاه يتغلب على كل شيء بالمجتمع. وموهبته كانت كتير موهبة حلوة، بدت معه موهبة، لكن حاليا صار مدرس يخرج أجيال ويخرج موهبين، وعم بيدرس طلاب كلية فنون وكلية عمارة، وكتير كان أعماله ناجحة. فادي من طفولته بحب الفن، موهبة خلقت معه من عمره 5 سنين، فنحن ساعدناه، جبنا له مواد، نمنا له موهبته، جيب له معجون، يعني حسب تعليمات الطبيب انه جيبوا له معجون مشان تحريك الاصابع يتحرك، نجيب له مثلا جينة حيوانات يعمل مجسمات. من هو عمره 5 سنين عنده عشق للفن، فنحن ساعدناه ونمنا له موهبته، وكان بالمدرسة مسمينه الفنان العظيم، فنان كبير يعني من طفولته.